سفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، وأيضا مستشار مجموعة المفاوضين الأفارقة. ومن المهم يعني إنه السؤال اللي نعرف إجابته، الدول الإفريقية والدول النامية كيف تواجه التحديات في تنفيذ برامج مواجهة التغيرات المناخية؟ أشكرك. أولا فخامة الرئيس، دولة رئيس الوزراء، معالي الوزراء وإدارة المنتدى، بشكرها على دعوتي النهاردة. الحقيقة قبل ما أرد على السؤال، في ثلاث نقط أحب أشير ليهم. أولا، إن مفاوضات تغير المناخ ما بقتش مفاوضات فنية، هي مفاوضات سياسية ذات بعد فني. الجانب الثاني، إن تغير المناخ ما بقاش موضوع بيئي، بل هو موضوع تنموي بالأساس. هو النمط التنموي هيختلف بصورة جذرية زي ما سمعنا من جون كيري، وزي ما سمعنا من المتحدثين، وهنسمع المتحدثين اللاحقين، وله تأثير مباشر على كل قطاعات الاقتصاد، من أول الزراعة للتجارة للصناعة. كل القطاعات الاقتصادية كلها تتأثر بالتعامل مع التغيرات المناخية. الحقيقة وفد مصر ووفد يكون من وزارة الخارجية ووزارة البيئة ووزارة التجارة وعدد من الوزارات، وفي موضوع التمويل بالذات اللي هو تقوده مصر بالنسبة للمجموعة الأفريقية، بالنسبة للدول النامية على مستوى الخبرة بتقوده وزارة الخارجية، وعلى مستوى الوزارة بتقوده السيدة وزيرة البيئة، زي ما سمعنا من السيد جون كيري تقدير لجهود مصر ودورها في المفاوضات. ده الجزء الأولاني. حضرتك سألتني على كيفية تعامل الدول النامية مع التحديات المتعلقة بتغير المناخ. من وجهة نظرنا، في جزء أساسي اللي هو جزء التمويل، زي ما دولة رئيس الوزراء أشار، في آثار وفي احتياجات للدول النامية. من خلال عضويتنا في المفاوضات وعضويتنا في بعض اللجان الخاصة بالتمويل، قدرنا نحدد أو نقدر نقول إن في ثلاث نقاط رئيسية تمثل تحدي للدول النامية فيما يتعلق بالتعامل مع التغيرات المناخية من جانب الشق التمويلي. النقطة الأولانية هي الفجوة ما بين احتياجات الدول النامية والمتاح من التمويل. وفي إطار اللجنة الدائمة للتمويل اللي أنا في عضويتها، آخر تقرير طلعناه، احتياجات الدول النامية تقريباً 5.3 تريليون دولار حتى عام 2030، في حين أن تدفقات التمويل اللي رايحة للدول النامية لا تتجاوز 600 مليار دولار. ففي فجوة تمويلية كبيرة جداً، ودي نقطة يتم التعامل معها أعتقد يعني بقوة، ومواقف الدول النامية واضحة فيها. النقطة الثانية هي عدم تناسب أدوات التمويل اللي هي الـ Financial Instruments مع احتياجات وظروف الدول النامية. أغلب التمويل المتاح حالياً هو تمويل في شكل قروض، وقروض تجارية إلى حد كبير. التمويل الميسر اللي هو Concessional Finance يعتبر محدود جداً. دول كتيرة جداً وبصفة خاصة في القارة الإفريقية عندها بتواجه مشكلة إنها تقدر تاخد قروض، لأنها ببساطة دول عندها درجة عالية من المديونية، فبالتالي متخذ القرار بيواجه مشكلة إنه هو ياخد مزيد من القروض يحمل الأجيال المستقبلية بالتزامات. فيتعامل إزاي مع الديلاما بتاعت توفير التمويل لتنفيذ مشروعات تغير المناخ والتحول الاقتصادي، وفي نفس الوقت ان التمويل المتاح من المؤسسات الدوليه لازال في شكل قروض، وقروض وليست قروض ميسره. والنقطه الثالثه والاخيره هو النفاذ للتمويل. يعني مش بس الموضوع قروض، لكن حتى علشان تقدر تاخد القرض انت في كونديشناليتيز او مشروطيات في مؤسسات التمويل المختلفه، ومتطلبات من مؤسسات التمويل المختلفة تخلي عدد كبير جدا من الدول النامية وبصفة خاصة الدول الأفريقية ما تقدرش يبقى ليها نفاذ على مؤسسة التمويل أو التمويل المتاح من خلالها. فدي ثلاث أو أربع نقاط تعتبر تحدي بالنسبة للدول النامية. إحنا بنحاول نعمل إيه في المفاوضات؟ بنحاول من خلال القرارات اللي بتطلع في مؤتمرات الأطراف نحن نوجه رسالة ويسموها جايدنس أو إرشادات أو توجيهات لمؤسسة التمويل والمجتمع الدولي، ونضع قضية التمويل كقضية أساسية في أي مخرجات للمؤتمرات التغير المناخي بما فيها مؤتمر جلاسكو. احنا سمعنا من السيد جون كيري أرقام في التريليونات، وسمعنا رقم 100 مليار، طبعا فرق كبير جدا من 100 مليار وكذا تريليون، ولكن البروسس والسياسات المطلوبة للتحول من 100 مليار إلى التريليونات لا زالت مفقودة في مؤسسة التمويل. مؤسسة التمويل لا زالت تلتزم بالقواعد السابقة. القطاع الخاص في تمويله لمشروعات في الدول النامية لا زال يلتزم بالرؤية السابقة اللي هي بيسموها بانكبل بروجكتس، يعني مشروعات قابلة للتنفيذ
لتحقيق الفوائد أو العوائد المالية وتحقيق اقتصاديات المشروع، ولا يؤخذ في اعتبارها البعد البيئي والبعد بتاع التغير المناخي. فاحنا في المفاوضات حاليا، عشان ما اطولش بقى على حضرتك وعلى الساده الحضور الكرام، المفاوضات ضغط الدول الافريقيه والدول الناميه بصفه عامه هو للتعامل مع الثلاث نقط، النقاط اللي انا حددتها. النقطه الاولانيه توجيه التمويل يكون تمويل ميسر كونسيشنال فاينانس، وتركيز الاكبر على المنح وليس القروض. الجزء الثاني تيسير النفاذ للتمويل، لان من غير التمويل المشروعات لن تتم. الجزء الثالث هو محاولة التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية لتغيير الفكر أو السياسات اللي موجودة التي لا تأخذ في اعتبارها أهمية التحول السريع لتنفيذ أهداف اتفاق باريس. شكرا. شكرا. شكرا السفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية.